حتى لو الفلوس سحبتك سنين، ولا كرامتك، ولا جسدك، ولا الناس، ربنا بعد السنين دي يقول لها مش هترجع لي بقى ابني، ما ترجع تركز في انا. انت يعني لقيت ايه في الدنيا دي؟ لقيت ايه مع نفسك؟ لقيت ايه في الكرامة ولا كلام الناس؟ ما انت قاعد تعبان. ربنا طول ما مدينا عمر يبقى ما عندوش غير كلمة واحدة بيوشوشنا بيها كل يوم، يا ابني ارجع لي، اقعد معايا، ركز فيا، اسهر معايا سهرة حلوة، اديني من وقتك، اديني قلبك. يعني واحنا مشغولين قوي عن ربنا، صدقوني هي لا تقل عن مشاعر الخيانة. تصور انك انت مراتك مشغولة بأي حد إلا أنت، أكيد ده شعور صعب يجرح. إنما ربنا يفضل ساكت، وساكت بالسنين مستحمل. ربنا يحتمل جحودنا إن إحنا مش مقدرين كل اللي بيعمله معانا، وعمالين ندور على حاجات في الدنيا تلهينا. ربنا يستحمل 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 ويفضل مستنينا نرجع. نرجع يعني نرجع نركز فيه. إحنا مش مركزين في ربنا كفاية، ربنا مش مالي عقلنا وقلبنا كفاية. فما عندوش غير كلمة واحدة، ما يقولش ده أنا هعمل فيك وأسوي، ويقول لك في الآخر يلا عملت كل اللي نفسك فيه ارجع لي بقى. إلهنا طيب، مستعد للغفران والنسيان في أي وقت. افتكروا القاعدة دي. يبقى الواحد ملخبط ومتدلع ومش طايق روحه، بس ربنا يحب ولاده، مستعد إنه ينسى كل اللي فات وكأنه ما حصلش، ويبص للواحد بصة كأنه ده يعني أحلى حاجة عنده. كل يوم في حياتنا حبايبي هو عبارة عن فرصة جديدة، فرصة لقاء مع ربنا، فرصة حب، فرصة تغيير مسار، فرصة رجوع. وبعدين يعدي اليوم أكل وشرب ودوشة، ويستنى ربنا اليوم اللي بعده يعدي زي اللي قبله. طب وبعدين يعمل إيه ربنا أكتر من إنه يقول طب ارجعولي وأنا عمال أديكوا يوم واتنين وتلاتة؟ بس هتخلص الحكاية، لازم ليها نهاية. فلو ملحقناش يبقى ضيعنا كل حاجة. جميل إن الواحد يصلي يقول له يا رب أنا استاهل أروح جهنم، أنا عارف كده، أنا لو كنت مت قبل كده كان طبيعي هيبقى مكاني في الجحيم، إنما رحمتك عليا مخلياني عايش وبتنفس، لكن هو الطبيعي بتاعي كده. لما تتوب ما ترجعش للعملة اللي عملتها تاني. لما تقول يا ابونا أنا أخطيت أدنت، معناها بتقولي له أوعدك مش هدين تاني. يا ابونا الشهر اللي فات ضيعت وقت كتير قوي، معناها ضمنيا مش هضيع وقت تاني. لما تقول أنا كنت مش مركز خالص في الصلاة، معناها من هنا ورايح هتركز. وساعات اللي يخلي الواحد توبته ضعيفة وعنده فتور بلادة كده، انه ناسي ان ربنا انقذه من الموت ياما، وانه انقذ اولاده، وانه سطر عليه، وانه اداله حاجات ما يستاهلهاش. مفروض لما الواحد يفتكر الحاجات دي يسخن ويصلي بذمة ويحب ربنا اكتر، ويقول له لا انا مش طالب منك ولا حاجة غير الرحمة، انا خدت اكتر من حقي كتير. انما اول ما بننسى اللي ربنا عمله نرجع تاني للفطور. ارجع دوق حضن ربنا. يجوز في حياتكم لحظة كده فيها انفعال حلو، حسيت ربنا يعني بيطبطب عليك أو بياخدك في حضنه أو بيقول لك أنا مسامحك. طب وهي اللحظة دي راحت فين؟ عاوزين منها كتير دي. ارجع لسلام أنت فقدته. على فكرة التوبة تتقاس بالسلام. ارجع إلى نقاوة قلب الأطفال. كل ما تتوب كويس، كل ما القلب ينضف، كل ما تحب الناس كلها وتحس انك انت ما فيش حاجة فارقة معاك. المسيحي الصح ما بيعملش غير صلاة وحب، ده المسيحي الصح. فهتلاقي نفسك الدنيا خدتك، ما بقتش صح، بقيت غلط. نحتاج يا احبائي كل فترة نطلع بقرار، قرار توبة، قرار تغيير، قرار يعني اكسرسايز، يعني هعمل من هنا ورايح تدريب معين ان انا ابطل كذا، او أشد على نفسي في الموضوع ده، أو أزود في حياتي كذا.